اذا اليوم جيت معكم الواي ال سي واي كيكي في مدينه الناظور. نشوف الا خلاوني نصور، غادي نصور لكم الاثمنه ونصور لكم الداخل كي دايره، ولا ما خلاونيش مع عندكم زهار. اوكي يلا انتم معايا. لقيتي شي حاجه كبيره قولي لي. لا ما تشي زين. وهادي البنات بلاصه ديال السبرديلات والصبابط، وكاينين دي بري زوينين، كاينين دي بري زوينين البنات بحال هادي مزيونه 200 درهم. هادو الصنادل، هادو الصنادلات ديال الصيف مزيونين، البحر وكلشي. نكمل معكم البنات، ها هما الكسيوات زاونين للصيف وثمن مناسب جدا 99 درهم. وتلاقيت هنا بعض الفتيات الله يعمرها دار، مزوينتهم مزوينتهم غزالين. نتمنى انكم تزوروا هاد ال سويكي، راه فيها دي بخي مناسبين ومزيونه وكبيره تبارك الله غزاله، فيها اوم اي فام، يمكن اونفون ما عرفت. المهم غندير لكم دويره حتى في لا بارتي اوم ديك الساعه تشوفوا. اوكي كبيره بزاف زوينه فيها كلشي. وما نزيد نكمل ندير دويره، كل مره ندير لكم دويره. هذه عجبتني البنات، شنو قلتوا؟ عجبتني. شنو هو كي جاكم ذوقي الصيفيه؟ بيان سور تلبس مع لي تجينا البنات طويله غزاله. يلا من بعد نرجع لكم حبيباتي انتم معايا. فوالا البنات سي مانيفيك زاون فيها الخا لي بري مناسبين. المهم كاين كاين المسائل ديال البحر، زوينه البنات هانتوما غزاله. وديك لابارتي لها كاين جناح ديال الرجال، والفوق كاين جناح ديال الاطفال. عجبوني شي حويجات مزيونين، ثمنه مناسبه الصراحه. دابا تحلت في هنايا في الناظور. فوالا البنات شوفوا هاد الكسيوات شحال زوينين، دي بارد بحال دي باردار، كاين قوميجات غزالين صيفيين. نشوفوا لو بخي، لو بخي 159 درهم مع لي تجين البنات مزاونة، هاد مع التجين مزاونة، قميجة ديال التجين وي عجبتني 46. فوالا شتو هاك دايره تاني مزيونين، كاينو شي قميجات طوالين البنات زاويين تلبسيهم مع الكولون خفاف. تا هي لو بخي 159 درهم، لكن زوينين البنات مع لي تجين تخي جولي سي 42.
لا طاي 42 كاينين حدين اخرين هكا اوبا طوالين من اللور وقصارين من التحت غنحطها لكم هكا مزيان باش تشوفوهم فيهم الكول وهي في هانتوما البنات هي في زوينه قصيره من قدام وطويله من اللور لو بري سي 159 درهم تقريبا كلشي فيهم الاثمنه كيف كيف وهنايا عندنا لو بري 49 دي باردورات و تريكويات و صفحتمات سرا و تشنضالات و هادي هي مشترياتي البنات من بعد ما درت ديك الجولة في داك المتجر اللي تفتح جديد في مدينة الناظور ال سي واي كيكي جبت تويشيات دي تخيك سامبل و في واحد لو بري عادي جدا بسيط لولاد الشعب اي نبدلو بعدا هاد البدو ديال الصيف بالله عاوتاني ما نديرو دويره اخرى عاوتاني في الرباط ونشوفو متاجر اخرى اللي تكون فيها اثمنه مناسبه ان شاء الله وبحوله اذا شنو شريت نتقاسم معكم المشتريات ديالي حبيباتي شريت هادي البنات هادي عجبتني بهاد الديكور شو كي داير يعني صيفيه تلبسيها مع السروال الجين و تقريبا شريت هذه تا كله نصكم البنات ونصكم ديالهم شويه طويل شفتوا نصكم ديالهم شويه طويل تا هذه ب 99 درهم وشريت واحده اخرى عاوتاني ب 99 درهم تا هي فيهم بروموسيون البنات زوينين بنادم قوم يجات يبدل فيهم في الصيف ويلبس حاجه في الفضه حيت دابا الصيف راكو عارفين بنادم الصهد والعرق راه خصو حاجه ضروري تكون في الفضه هاد لو ستيل هذا عجبني هاد لو ستيل هذا عجبني بزاف لي ديدات ديالها مزيونين فيهم هاد الديبخويات هنايا وعندها التويشي انا في العنق ما عندهاش الصدايف واسعه في البيض وفيها واحد نويويشات مزيونين واحد الطريزات ها نتوما شوفوها كي دايره وعجبتني ديال الخيط غزاله هذه كتسوى 139 درهم 139 درهم صافي البنات شريت واحد السروال ديال الرياضه يعني باش ندير شويه دلا مارش الصيف هو خفيف التوب ديالو خفيف بزاف وعندو الجويبات هنا وعندو الخيط السير باش تزيريه معروفين هادو في ال سي موجودين كنت شريت انا عندي في الالوان كنت شريتهم من الرباط ودابا هذا عجبني حيت انا ديجا جربتهم مزيونين بزاف وهذا التوب بارد يعني لدابا لا مارش في الصيف رقيق التوب ديالو غزال الخيط اذا فهاد الشيء كامل البنات وهذه وحده طويله واحد القميجه طويله البنات عندها الكمام عندها الكمام فيها السميطه في اليد كتجمع بحال هكذا شفتوها كتجمع بحال هكذا وطويله البنات طويله ومفتوحه في الجناب والتوب ديالها فلوري غزال البنات وعندها واحد الخيط يعني عندها واحد الحزيزيمه وطويله طويله تحت الرجلين عجبني هذا الستيل نديرو مع الكولون كتجي زوينه وفيها واحد الفتيحه هنايا لتحت هانتوما شفتوا البنات زوينه واحد لا كولور فلوري بارد التوب ديالها بارد بزاف عجبتني بزاف البنات حتى هي هذه كتسوى 159 درهم راه مشات لي ديك ديالها مشات لي ديالها ديال الثمن تحيدات ولكن عندي هنايا شريتها ب 159 درهم تسنى نشوف واحد يعني هاد المونطون كامل هاد الحويجات كاملين خسرت فيهم 500 كانت بروموسيون فيها شي بروموسيون ديال الحويجات ديتهم رخاصين هانتوما باش تبان لكم او ما بغاش يتبان ديتها ب 584 درهم وهاد القميجه الطويله ديتها ب 159 ها هي الى تبالكم البنات وانا انا كنقربها وهي كتضبب ما فهمتش
ما فهمتش هاد القضيه هادي، بغاتش تبان. اوف علاش؟ المهم البنات يمكن لكم تزوروا المتجر وغادي تلقاو هاد لي بخي اللي كنقول لكم انا. راه شريت واحد شحال البياسات، 3 4 5 مع الشاندال هو 6، يعني 6 د البياسات ب 584 درهم. اثمنه مناسبه لوليدات الشعب مناسبه جدا، حنا غير ولاد الشعب عاديين خلينا نلبسوا على قدنا باركت علينا. المهم زويونين ومناسبين البنات بلا ما ندخلوا في هاد التفاصيل. يلا حبيباتي استمتعوا معايا بعد ما استمتعتوا معايا في ديك الجوله الخفيفه، واخا ما كانتش حتى تما حيت ما كنت نوب الاولى بحال اللي متردى نصور، وقلت عام بعد طلبت منه الاذن وقال لي صوري وبقيت كنصور، ولكن كانوا الناس تما بزاف ما بغيتش. حنا راكو عارفين منطقه الشمال فيهم ما كيبغيوش الناس تصورهم، دونك انا احترمت الاراء الناس والاذواق ديالهم والاراده ديالهم، ما بغاوش صافي على حسب راحتهم. داكشي اللي قديت البلايص اللي قديت نصور صورت لكم فيهم البنات. والى هنا ينتهي الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم. يلا حبيباتي مع السلامه.